السلام عليكم. بسم الله والصلاة على رسول الله. في النادي الإفريقي ما ثماش كونيميكاسيون. الكونيميكاسيون بينات الإدارة والجمهور، بصراحة هذا اللي لاحظناه. الكلنا سامين المدربين بتاعنا وانتهى الموضوع، ما عادش. أنا نصور جميع جماهير النادي الإفريقي قلقوا من حكاية المدرب وهاتي المدرب، حتى كان مش يجي المدرب ما عادش حاجة مهمة برشا، ولات حاجة عادية بالنسبة لنا نحن. أخي إنسان تمرر هير وبعد تالي تحب ويفرح زايد، معناها تو الحديث الفوز البنزرتي الحاجة الوحيدة نجمو نعذرو فيها الإدارة متاعنا، هذه حاجة وحيدة نجمو نعذروهم. كان يطلع فوز البنزرتي اللي البارح مع الفريق الوداد البيضاوي معناتها ما انتصرش، وخذا ورقة حمراء في المقابلة ضد المغرب الفاسي، ظهر لي على ما يبدو خذا ورقة حمراء وخرج، وتحسوا فوز البنزرتي من الاخر يبربص فيها يحب يخرج. ما انا نعرف، انا نعرفه فوزي وتونس كنا نعرفه فوزي كيفاش يتصرف، تحسوا يحب يخرج معناها من الوداد البيضاوي. يمكن متقدم له عرض من يوسف العلمي، ما نستغربهاش، ينجم يكون عنده عرض من يوسف العلمي باش يدرب النادي الافريقي. بالنسبه لي هو يحس ان النادي الافريقي ان غرو مورسو ينجم يربح فيه، ينجم يمكن ينجم يتحصل به على القاب، يقوي في السي في نتاعو، هذه حاجه طبيعيه وتناقش. صحيح نجم نناقشوا فيها وتنجم تكون صحيحه وطبيعيه معناها، ولكن النادي الافريقي هالفتره هذه كلها واحنا نعانيو هات مدرب هات مدرب هات مدرب. ثم فريق محترف معناتها يعطي كلمه وما يوفيش بها. البارح شنيه؟ البارح 11 في الشهر مش تفهمنا اللي النادي الافريقي يرجعوا للتدريبات نهار 11، بيه ما رجعش. علاش ما رجعناش البارح؟ هذه حاجه مثلا، اذا كان ما رجعناش للتدريبات معناتها ناقصين حاجه. انا مثلا عملت مزيه زدت عطيت الملاعبيه نهار راح، معناها الملاعبيه ما عندهمش لونفي باش يرجعوا يضربوا. معناها انا قبل كنت اكور، صدقوني نجي قبل الملاعبيه كل، نروح بعد الملاعبيه كل، ماذا بيا نبقى. وصلت مرات نكلم في المدرب نتاعي ونقول له خليني بالله نحب خلي لي الجارديا نحب نترين عليه في كفرونات. معناها الافكار اللي يعملوا فيها العمالقه نتاع كره القدم هذيك انا خممت فيها، وصلت خممت فيها نحب نعمل كيفاش. ولا كريستيانو يماركي في الكفرونات وميسي كيما يخلوا له جارديا يترين عليه حكايه ساعه كامله، هو يترين عليه شوط منه يحطوا له 10 كره 20 كره شوط، ورمى سير وراه ورمى سير منه، وديما الكفرونات ماشيه باش يتعلموا كره. بينما احنا بالله خلينا زدنا نهار راحه، تخدم في معمل انت باش نزيدك نهار راحه، تبدا فرحان على خاطر اجر زهيد. انت في جمعيه كرويه نورمال مش تعمل جو، عندك جمهور يعمل احسن قالا اللي هما جمهور النادي الافريقي، الناس مشي يخدكم كور، الناس تشجع فيكم، كل يوم دخله كل مقابله دخله، ونرى انا ملاعبيه ونرى ناس معناها تتراخى ومهمش مزروبين على العوده للتمارين. مالا معناها فيزيك عندهم هذوما الملاعبيه هذو باش ما يرجعوش في ساعه. مالا بريباراتور فيزيك، على فكره البريباراتور فيزيك انا مانيش مرتاح له بصراحه، على ما يبدو على ما يبدو ماهوش في القيمه نتاع الامور العلميه في عالم كره القدم. مهما مش تجيني ميساجات وثم شكون باش يقول لي باهي وثم شكون، لا نحب نعرف الملاعبيه الضربات اللي صارت لهم اخرتهم غايه الصغير. طيب المزياني برشا ملاعبيه ما نستحضرهمش كلهم، معظمهم معناه صارت لهم ضربات مسكولير منيش هذايا، ما ثم غلطه في الترمو في الفيزيك باش يرجعوا طويق باش يعملوا بريباراسيون فيزيك. راه الناس اللي ما تعرفش راهم ملاعبيه النادي الافريقي باش يعملوا بريباراسيون معناها تحضير بدني من جديد. راه ان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي يوصل للدور النهائي باش ما يرجعوناش فيسا، خاطر كان رجع لنا المنتخب التونسي فيسا باش نتلزوا نحضروا رواحنا ويمكن يقربوا لك الموعد بتاع البطوله. على كل حال من نهار اليوم 12 الى غايه يوم 17 عندك شهر وجمعه، شهر وجمعة يلزمكم تكونوا فيزيكمون في الطوب. هي راهي ناقصة ناقصة، ما يلزمكش تاخذ الراحة، ولكن مشات صحيح الراحة خذاوها وانتهى، ولكن العودة كانك فريق محترف نورمال ترجع. إذا كان مش تقول لي نستناو في فوزي بنظرتي وقتاش يخرج من الوداد وقتاش يخرج من الوداد، باش نسأل حاجة الكومينيكاسيون اللي حكيت عليها نتاع سامي بالقاضي اللي قال تو نعطي سكوب الموزايك تو هكا تو، ولا اي اذاعه اخرى زاده ثم اذاعه اخرى. المهم حكايه سكوب هذه شنو هي؟ نعطي سكوب هذه وشنو؟ علاش تعطي فيها سكوب؟ شنو فايدتك باش تعطي سكوب؟ انا نستغرب معناها الترجي مشى وجابوا مدرب برتغالي، صحيح راهو مدرب ماهوش عملاق راهو، ولكن البيجي نتاعو 180 مليون في الشهر، 180 الرئيس نتاعهم يصرف عنده يكح في الفلوس 180 مليون راه، بينما احنا ها قال لك ما عندناش
ما نجمش ندفع فلوس وما عنديش مالي الخاص، انا فقير، انا محتحت مثلا، ما عنديش، انا راني موظف، هذيك هي الحكايه نتاعي. ولكن شديت النادي الافريقي حبا في النادي الافريقي. جات الانتخابات، قلنا بالك تنعملوا نختاروا رئيس، خرجوا لنا كبارات النادي الافريقي وقالوا راهو من راهو حتى واحد فينا ما هو باش يشد كلوب افريكا، وما نشدين لكلوب افريكا، ورانا احنا بيدنا كنا في العهد البائت هاوكا يحطوا فينا كل مره يحطوا واحد، حاليا ما عندناش القدره معناها باش نشدوا رئاسة النادي الافريقي. لا فريد عباس تقدم ولا حمودة تقدم، حمود وصل مرة عمل عقل على النادي الافريقي، باللامين توفى، بوصبيع توفى، شنية اللي معناها اللي قاعدوا اللي قاعدوا معناها الكمال يدير، الكمال يدير دكتور طبيب معناها كي هو كي محسن طرابلسي، شنية الفلوس اللي عنده باش ينجم يمول النادي الافريقي الوحيد ملياردير معناها عنده فلوس ما تتحسبش، عنده فلوس هك فلوس عنده. هذا فريد عباس شاد الوتلة معناها شاد نسبة كبيرة متاع وتلة في تونس وشاد برشا حاجات، هذا ماهوش ما يحبش يدخل معناها يمول ديريكت مول النادي الافريقي، ما نعرفش معناها هذه اسباب تخصه. بينما الارشيف ملياردير متاع تونس معناها ما عادش ما همش قاعدين لهين كرة قدم، لذلك الدولة التونسية ان شاء الله ان شاء الله يقوموا بخصخصة الرياضة التونسية وتولي كنظام مؤسسات شركات كيما الاهلي المصري. انا الاهلي المصري اللي كنا نربحوا فيها وجماهير النادي الافريقي يتفكروا عام 95 3 4 و 96 ربحناها في الفينال بتاع الكوب وربحناها وربحناها الاهلي المصري الفريق هذايا الفريق هذايا الاهلي المصري هرب بينا شيء كبير. الفريق المصري الفريق هذايا فريق منظم بالحق في افريقيا، كان ثم فريق منظم في افريقيا راه هو هذايا الاهلي المصري. احنا ما عادش قادرين باش نكونوا كيما الفرق هذيا، احنا اصبحنا معناتها كي يقول لك انا معناها النادي الافريقي كل عام اخرتها الملعب التونسي انتصرت علينا معناها نلعب في مقابله هامه حاشتنا بدو بوان ولا ترو بوان تنتصر علينا مثلا الملعب التونسي اللي مع كامل احتراماتي للملعب التونسي معناها يعني ماهوش منافس جدي على البطوله، ماهوش فريق معناها عمليه والبركه واللي قلت عمليه يلعب على التفادي يلعب في الرابطه الثانيه يعني مش سبحان الله ينتصر عليك فرق معناها ماهاش في القوه وماهاش في القيمه التاريخيه نتاع الكلوب افريكا. هذايا ما نقص قيمه من حتى منافس، ولكن احنا الكلوب افريكا هك وينهم كبارات النادي الافريقي باش معناها تدخلوا وتضخوا الاموال وتنحوا منع نتاع الانتدابات. احنا ساكتين على منع الانتدابات وباش في بالنا يعطينا الصحة وسي بون طاو في الصيف يعمل الله في الصيف. راهي ثم حاجة أخرى يمكن في بالهمج بها جماهير النادي الإفريقي اللي هي احنا طاو في هيئة تسييرية، يوسف العلمي والدخيل وجماعة راهم هيئة تسييرية. تعرف شو معناها هيئة تسييرية؟ هيئة تسييرية ذي عبارة معناها ماهوش هو الداعم، ماهوش هو المسؤول رقم واحد على كلوب افريكا، بالنسبة لي هو هيئة تسييرية، شكون حطوه فيها؟ حطوه الكبارات، يعني اخت راسي واضرب، هاني موجود قلتوا لي ما لقيناش رئيس، هاني موجود لا أكثر لا أقل، اش بيني هاني نحب الإفريقي، حتى أنا هاني نحب الإفريقي والجمهور يحب الإفريقي، وكلنا نحبوا الإفريقي، أما ما نجيبوش مدرب، ما نقلعوش بالنادي الإفريقي بسرعة، يلزمنا تبادل السلحفاة، ما ثماش ما نعملوا حاجة. الغرب الأمنية نتاعنا لكلوب افريكا معناها تكون عندنا كبارات بالحق، ولكن الكبارات نتاعنا ماهمش قاعدين يسارعوا باش يجيبوا لنا مدرب، ماهمش قاعدين يسارعوا باش يعملوا لنا انتدابات ويرفعوا المنع، ماهمش قاعدين يسارعوا باش الكلوب افريكا تكون منافس واضح في البطوله. على فكره الكواليس نتاع كره القدم هذيا في البلاي اوف راهو مش تشوفوا منها الويل، او مش نقول هيك من طويكة يا مسؤولين النادي الافريقي على حساب قراءتي في الصوره اللي قاعده صايره راكم تشوفوا الويل من حكايه الكواليس. ها نقول هيك ومن طوى معناها وراها الضحكه هذه وراها حزن كبير، حزن على النادي الافريقي باش تشوفوا وراها حزن كبير. علاش باش نقول لكم انتم ناس المقابله ضد النجم الساحلي في رادس ضرب الجزاء للنادي الافريقي غايث الزعلوني، الحكم يحسب روحه ما شاف شيء قبل المقابلة، توصلني معلومات اللي الحكم هذايا راهو حرمنا عمناول من هدف وضربة جزاء ضد الاتحاد المنسيلي في البلاي اوف كنا نكونوا في رابطة الأبطال الإفريقية، تلفت العباد وعبارة ما ثم شيء، مسؤولين برا جيب لنا حتى أي حاجة ميسيرش. الحقنا قاعد يتهضم ضد الملعب التونسي
وهدف محق الحمد لله. عبيدي ما يحسبوش الحكم وبرا عباره مثلا شيء، والاداره دايخه معناها. خرج مسؤول في النادي الافريقي قال احنا قاعدين نتظلموا وكل شيء، برمشي للوزاره اشكي، برمشي لهك، برمشي لهك، برمشي شوف امورك، برا شوف المعارف نتاعك، شوف هالكبارات اللي نحكيو عليهم، برا الكبارات نتاع الكلوب قول لهم تدخلوا، شوف امور، شوف حل. هذه حاجه عملناها، ولاحظنا اللي النجم الساحلي موجه باش يهز البطوله وهز البطوله. عثمان جنيح من شيره يقول لك انا البطوله راه باش نهزها وما تعبوش مخاخكم. من شيره ولده شاد نائب رئيس في الجامعه، معناها اللي هو من مرمو يتنحى من المكان هذاك، شاد ويقول لك البطوله نتاعنا، معناها اللي هو مسؤول مرمو ما يتلاش بالامور هذيك. هذه حاجتين معناها كانوا صايرين، عملوا الوخذات الاطوال السنة. تتصوروا معناها فريق الترجي برئيس وذايا الملياردير هذايا حمد المدب، الحليم نتاع تونس وكل براسك تحت يديه، معناتها صحيح ثم ساعات يقصوا علينا الحليب على الشعب، ولكن قاعد يتحكم بالزمام نتاع الحليب نتاع الدنيا ذيك كله. هذايا الرئيس هذايا باش مش تفارعوا بالله، باش مش تفارعوا وقت اللي يبدا يخمم باش يهز البطوله، باش مش تفارعوا الانتدابات ويعملوا فيها. المدرب وجاب مدرب للترجي، شنو هي حاجه ناقصه معناها في الترجي ما عملهاش؟ حاجه وحيده الزهر، ما عندوش زهر عام سنة. انا الاحساس نتاعي يقول لي اللي الترجي كفريق كره قدم وكمسؤولين ما عندوش زهر. هذه احساسي على خاطر تحس الانتدابات الكل واللي يعمل فيه كل، حتى المدرب ماهوش راهو حاجه. لو تقعد تفكرني فيه مدرب الترجي يمشي امور علميه ياسر، واللاعبين نتاع تونس ما ينجموهاش امور علميه، ينجم حتى الترجي اذا كان هزيمه ولا زوز طاويرخ، ولكن ماهوش هذا نحكي لكم. راهو كان مش تمشي امور كواليس راكم حتى الترجي ما ينجموهاش، راهو ينجم معناها اي موضوع يهز لك البطوله باي طريق. دونك ان شاء الله لا، احنا نتمناو النزاهه، وخاصه في الفترات هذه اصبحنا معناها كل واحد ياخذ في حقه، ان شاء الله نادي افريقيا ياخذ حقها، ولكن نبقاو ناقصين اداره قويه. ان شاء الله ادارتنا يزربوا رواحهم يجيبوا فوزي البنزرتي. انا اللي لاحظته اللي فوزي هو اللي باش يكون المدرب تاع النادي الافريقي، ان شاء الله يكون فوزي. وختاما نقول لكم ربي مع النادي الافريقي وفيه فرصه صيانه.